تقديم النذر على صيام الست، تقديم صيام النذر على الست يجوز؟ هو الواجب ليس يجوز فقط. طيب لو قدم الست؟ هو الواجب. واجب. لو صدق أستاذ يوم السبت بين أيام ثلاثة لكل شخص، إلا فيما افترض عليكم على إطلاق. أمان. تفضل. بالنسبة لصيام الست، كأني فهمت من الإجابة السابقة أنه مفترض من أراد أن يصوم الست في شوال أن يقضي ما عليه من رمضان. نعم، لأن الفرض مقدم على النفل، ولأن الإنسان لا يملك نفسه وعمره، فقد يأتيه الأجل وفي أحسن صورة، ولكنه في أقبح صورة يأتيه الأجل وهو يصوم الأيام الست فيموت عاصيا لأنه لم يقضي ما عليه من فرض، وهو صائم التطوع. ولعلك تذكر معي عبارة تروى في بعض كتب الآثار، لعله في مصنف ابن أبي شيبة، لكني أذكر يقينا أنها في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، قال: ما معناه أن الله عز وجل لا يقبل النافلة قبل أداء الفريضة؟ تذكر شيئا من هذا؟ الأثر كما تفضلت مشهور، لكن لا أدري عن صحته، هل هو صحيح؟ لا، هو صحيح يقينا.